فيديو جديد من فيديوهات رمضان. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن واحده من اشهر اطباق الحلويات في رمضان وهي الكنافه. هنتعرف مع ميس مروه دلوقتي ازاي هنعمل الكنافه بطريقه جميله ومبتكره، ونتعرف معاها على المقادير. معاها ربع كيلو كنافه. هنعمل الاول المقادير بتاعت اللبن المكثف محلى. معايا كوباية سكر بودر وكوب لبن بودر، وعندي معلقة كبيرة زبدة. هبدأ ان انا احطهم في الخلاط. وطبعا معايا 3/4 كوباية مية تكون سخنة، ويفضل هي تكون سخنة عشان تديني نتيجة مظبوطة. طبعا كلنا عارفين ان الحليب المحلى المكثف من الاصناف الغالية، ولما يتعمل في البيت اكيد ميس مروة هيكون موفر لينا وهيكون انضف طبعا من المعلب. طبعا وكمان في ناس كتير ما بتلاقوهوش على طول في السوبر ماركت، فده هيوفر لينا وقت هضربه ولا بعرفه تاني. وده شكل الحليب المكثف المحلى بعد ما ضربناه. هنشوف مع بعض الفرق بين اللي احنا ضاربينه دلوقتي واللي احنا عاملينه من شويه. هنشوف تقلي ازاي. وانت بتضربي حاولي ان هو ما يتقلش، لو انت عاوزاه بالسوق كده كل ما هيقعد معايا هيبدا ان هو يتقل. طبعا انا ممكن احتفظ بيه لمده كبيره في التلاجة لانه ما عندوش مواد حافظ. بيتم وضعه في برطمان مغلق الحق وبحطه في التلاجة عندي، وبيستخدم في حلويات كتير. نبدا نشوف هنعمل ايه في الكنافه بتاعتنا. هبدا دلوقتي اخدها واحمرها على التلاجة. هحط السمنة وابدا احمر. نرجع لكم تاني. هبدا احط 3 معالق سمنة. والكنافة بتاعتي. الكنافة بتاعتي متقطعة بالشكل ده. هبدا احمرها على البوتاجاز. ببدا اقلب فيها لغاية ما السمنة تمتزج بالكنافة، لغاية ما تاخد اللون الذهبي، وارجع لكم تاني. مع ميس مروة تحمر الكنافة على النار، تعالوا نتعرف مع بعض عن أهم الروايات اللي تحدثت عن ظهور الكنافة وارتباطها برمضان. أهم هذه الروايات وأشهرها هي رواية معاوية بن أبي سفيان، حيث قال أن الكنافة اخترعت خصيصا لهذا الخليفة، حيث أنه كان يحب الأكل حبا شديدا وكان دائم الجوع في رمضان. فالطباخين والطغاة في القصر اخترعوا الكنافة خصيصا لتشعره بالشبع، فكان بيتناولها أثناء فترة السحور. ورواية أخرى بيقول أن الكنافة اخترعت في عهد الملك الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي. وهناك روايات أخرى أنها تعود إلى العصر المملوكي، ورواية أخرى شهيرة أنها تعود إلى دخول المعز لدين الله الفاطمي لمصر أثناء احتفال المصريين بقدومه لهذا القاهرة الجديدة. ولكن هناك رواية أخرى بتقول أن العثمانيين هم أصحاب اختراع الكنافة. وتتعدد الروايات وتتعدد الوصفات، وستظل الكنافة واحدة من أشهر أنواع الحلويات في رمضان. وده شكل الكنافة بعد ما اتحمرت، وصل للون الذهبي، وده اللي احنا عايزينه. هبدأ دلوقتي احطها في البولة بتاعتي، أبدأ احط عليها الحليب المكثف المحلى.
شايفين الصندوق بتاعه؟ وابدا اقلب لغايه ما اشوف الكنافه بتاعتي هتحتاج ولا لا. الشكل حضراتكم شايفين. بدات ليا مسك معايا اهي كده، انا مش محتاجه مكتر. ممكن طبعا احطها في قوالب سيليكون او قوالب بتاعة التلج او بالشكل ده، ممكن احطها في فنجان. نشوف هنعملها ازاي. ممكن في المرحلة دي مثلا نضيف عليها مكسرة بالظبط كده. ممكن كمان اي مكسرات احنا عاوزينها او لو حابين كريم، ده بيبقى حسب الرغبة. هنعمل جزء معاكم، نحطه في الأرضية. هو عندي جزء، عندي الزيب، هوريكم الطريقة. ببدأ إن أنا آخد ببدأ أضغط عليها بالشكل ده. هبدا اخلص الوحدات بتاعتي واقلبها. وده الشكل النهائي للكنافه بالحليب المكسر اللي حضراتكم شايفينه. طبعا بيختلف الشكل في القوالب، وانا عندي دلوقتي ساده وعندي بالمكسرات حسب ما احنا عايزين. وطبعا دي مش الكميه كلها، ده جزء من الكميه، وكمية اللي هي ربع كيلو بتعمل مني بتعمل معايا عدد كبير. وعايزين نقول في نهاية الفيديو إن مهما تعددت الوصفات والطرق اللي بتصنع بيها الكنافة، الكنافة من ألذ وأطعم وأشهر الحلويات اللي موجودة على السفرة الرمضانية. كل سنة وأنتم طيبين، وحتى نلقاكم في فيديو جديد. دمتم في أمان الله. كل سنة طيبين.